بالنسبه للاقتراح اللي غادي نقدموا لكم اللي هي شوربه ديال الدجاج، غادي نحتاجوا في المقادير الهبره ديال الدجاج، يعني واحد صدر ولا جوج ديال الدجاج، غادي نحتاجوا بصله واحده مشلضه اما كبيره اولا جوج صغار مشلضين رقيق، بطاطا واحده كبيره مقطعه طريفات صغار، مطيشه واحده تكون كبيره شويه حتى هي منقيه ومقطعه طريفات صغيرين، شويه من الزيت البلديه، شويه من الملحه، ضامه البنه بالنكهه ديال الدجاج ولا كنا مصايبينها في الدار يعني عطيناها شحال من مره، شويه من الروز، الكرافس، زلافه من البلبوله غليظه، ربيع مقرد رقيق، قزبر ومعدنوس، معلقه كبيره ديال مركز طماطم حك مطيشه، والماء اللي غادي يكفانا. هادو هما المقادير اللي كاينين في هاد الشوربه ديال الدجاج. قلنا غادي نحتاجو صدر ديال الدجاج يعني يكون كبير اولا جوج صدر ديال الدجاج مقطعين طريفات، بصله وحده مشلضه، بطاطا وحده كبيره مقطعه طريفات صغار، معلقه يعني غادي نحتاجو مطيشه وحده كبيره منقيه ومقطعه طريفات، شويه من الزيت البلديه، شويه ديال الملحه، ضامه البنه بالنكهه ديال الدجاج، شويه من الروز، الكرافس، زلافه ديال البلبوله غليظه، ربيع قزبر ومعدنوس مقردين رقيق، معلقه كبيره ديال حكمه طيشه، والماء اللي غادي يكفانا. اول حاجه هو ناخذ الطنجره اولا الكوكوط وغادي نشحروا فيها ديك البصله، يعني نديروا البصله ونشحروها مزيان مع شويه ديال الزيت البلديه، ملي تبدا تنزل لينا غادي نضيفوا صدر ديال الدجاج مقطع طريفات صغيرين، وغادي نخليو الدجاج والبصله يتشحروا مزيان حتى يطيب لينا داك الدجاج. من بعد غادي نحيدو الدجاج، دوك الطريفات ديال الدجاج نحيدوهم، وغادي نضيفو مطيشه وحده اللي قشرناها وحيدنا لها الزريعه وقطعناها طريفات صغار، غادي نضيفو الماء اللي غادي كفانا باش نطيبو الشوربه، ونضيفو زلافه ديال البلبوله الغليظه، وغادي نخليوها على العافيه حتى كطيب لينا هذيك البلبوله. ملي كتقرب طيب البلبوله ديك الساعه كنضيفو واحد تقريبا غير واحد الا بغينا نقولوا ربع كاس صغير ديال الروز، يعني تقريبا نهزوه بالمعلقه، يعني مثلا اما أربعة المعالق كبار ديال الروز العادي اما ربع كاس صغير ديال الروز، غير ربع كاس ما عامرش نهائيا، ربع كاس صغير ديال الروز، وكنضيفوه وكنضيفوا البطاطا وحده مقطعه طريفات صغار، وكنخليو عاوتاني كلشي كيطيب مزيان. ملي كيطيب لينا كلشي ديك الساعه كنطحنوهم مزيان، ملي كنطحنوهم كنرجعوهم للطنجره، كنضيفو ليهم ربيع والكرافس مقردين رقيق، معلقه كبيره ديال حك مطيشه، وكنعاودو نرجعو هذاك الدجاج للكوكوط اولا للطنجره، وكنخليو كلشي حتى كطلع فيه الغليه، وديك الساعه كنطفيو عليه. وملي كنبغيو نقدمو هاد الشوربه كنديرو شويه ديال المعدنوس هكا من الفوق اولا شويه ديال القزبر على حسب اللي بغيتو. فهاد الشوربه كتجي لذيذه بزاف ومختلفه، يعني فيها الدجاج وفيها البلبوله الغليظه. فكيف قلنا هو انه ناخذ الطنجره اولا الكوكوط نديرو فيها بصله وحده مشلضه اولا جوج بصلات صغار مشلضين رقيق، وغادي نضيفو الهبره ديال الدجاج مقطعه لطريفات صغار وشويه ديال الزيت البلديه، ونخليو هذيك البصله كتشحر مع الدجاج. ملي كيطيب لينا داك الدجاج وكيتشحر مزيان كنحيدوه كنحتفظو به على جنب، ونخليو ديك البصيله مع ديك الزيت. غادي نضيفو مطيشه وحده منقيه ومحيده لها الزريعه مقطعه طريفات صغار، نضيفو الماء الكافي، غنرويو بالماء الكافي اللي غيطيب فيه، ومن بعد كنضيفو البلبوله باش طيب لينا البلبوله، يعني غير نشحروا البصله مع طريفات ديال الدجاج وشويه الزيت البلديه، غير يطيب لينا داك الدجاج ويتشحر نحيدوه، ونخليو غير داك البصله مع داك شويه الزيت البلديه، ومن بعد غادي نضيفو مطيشه ونخليوها تشحر واحد شويه فداك الزيت مع داك البصله، ونضيفو الماء الكافي نرويو بالماء الكافي، ونضيفو زلافه ديال البلبوله الغليظه، من بعد نخليوها على العافيه حتى طيب لينا العافيه ميلا حتى تقرب طيب. ملي تقرب لينا طيب البلبوله نحسو بها انه صافي بدات كتنزل رطابت، ديك الساعه غادي نضيفو الروز. الروز كيف قلنا لانه البطاطا فيها نشا فما نكثروش، اما 3-4 المعالق كبار ديال الروز بحال كيف كنديرو الشعريه مع الحلا، دابا غنديرو الشوربه فيها الروز، يعني 3-4 المعالق كبار ديال الروز اولا ربع كاس صغير ديال الروز، ونضيفو بطاطا وحده مقشره ومقطعه طريفات صغار مربعات صغار، وكنخليو كلشي كيطيب لينا مزيان. ملي كيطيب لنا هاد الشوربه ديك الساعه كنطحنو كلشي، يعني لانه الماء غادي يبدا يقلال، غادي نشوفو انه يعني ميزان، يعني ما نكثروش الماء بزاف، يعني الماء نجيبوه على الخط ديال الطنجره اولا ديال الكوكوط اللي دائما كنصبو فيها فكتجينا ساهله لانه هذاك هو القياس. وملي كيطيب لنا هادشي كله بعد ما زدنا الروز والبطاطا صافي كنطحنو كلشي، فكنطحنو اللي عنده ديك الطحانه ديال الضو يعني الطويله راه بسهوله من الطنجره غادي يطحن، الا ما كانش غادي نطحنوها في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. ملي كنطحنو كلشي كنعاودو نرجعوها للكوكوط اولا الطنجره
وكنضيفوا ليها ربيع القزبر ومعدنوس مقردين رقيق، والكرافس هو مقرد رقيق، وكنضيفوا معلقه كبيره ديال الحكمطيشه مركز الطماطم، وكنرجعوا هذاك الدجاج ديالنا يعني كنرجعوه للكوكوط اولا الطنجره على حسب اللي درنا، وكنحركوا وكنخليوه حتى كتطلع فيه الغليه، وديك الساعه كنطفيو عليه. بالنسبه لدامات البنه ديال الدجاج كتبقى اختياريه، ديروها مع الماء يعني مع هذاك المرق ملي تكون كطيب البلبوله، والا ما كانش ممكن تستغناو عليها. بالنسبه للعطريه يعني غادي نديروا غير شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، هذه هي العطريه اللي كاينه، وديك الساعه نتوما لكم الاختيار، لانه كنبغيو بحال هاد الشوربات كنبغيو ديك التنسيمه ديال الخضره مطيشه البصله، كنبغيو داك الكرافس يعني داك المذاق ديالو القزبر المعدنوس، فمن الاحسن على انه ونخليوه في هاد المذاقات ديال هاد الاعشاب يكون احسن، نتبلو بشويه ديال الملح والابزار كيبقى اختياري. وبالنسبه لدامات البنه كتبقى كذلك اختياري، اللي عنده مرق الدجاج بعوض ما يدير الماء العادي غادي يدير يعني الماء ديال الماء ديال المرق ديال الدجاج، و الا ما كانش يعني نديرو شويه من دامات البنه ديال الدجاج كيف ما قلنا، اما مصيبه في الدار اولا مشريه كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. داكشي ما عاودتش ذكرتها في المقادير وفي العطريه، ديروا شويه ديال الملح والابزار، وديك الساعه عينكم ميزانكم فكتجي لذيذه بزاف. تعودنا على انه البلبوله هو بصراحة كاين في بعض المناطق اللي كيديروها كيديروا فيها مثلا المطيشه وكتجي بنينه بزاف، كتجي يعني بحال الشوربه يعني الحمراء، بحال الشوربه الحمراء يعني اللي كيكونوا ماشي بيضين، يعني تعودنا في غالبيه يعني هذا كنديروا البلبوله يعني هكا بالماء فيها شويه مثلا الحلبه شويه ديال يعني الزعتر مثلا شويه ديال هكا الزرارع مثلا، وكنخليوها كطيب، وديك الساعه كاين اللي كيزيد عليها الماء يعني كاين اللي كيزيد عليها الحليب، وكاين اللي كيخليها غير مع الماء ديالها، ومن بعد كيضيف شويه الزبده بلديه اولا شويه ديال زيت العود اولا زيت ارغان. غير هو حتى بهذا الاقتراح بالبلبوله بمطيشه كتجي بنينه بزاف الصراحه، وبهذوك الاعشاب يعني ديال القزبر ومعدنوس والكرافس هادو مهمين بصراحه في اي حريره، اي نوع الحريره اي نوع الشوربه كيجيو لذاد. نتمنى تكون وصلتكم الفكره، ونتمنى تجربوا هاد الاقتراحات، وغادي نتوقفوا مع فاصل وغادي نرجعوا مباشره.